السلام عليكم عزيزي الجلتشاوي، حياك الله يا مرحبا في مقطع جديد من جلتشات داينج لاي 2. اخرب لكم ابو اللعبه، انا ما عليكم اصبروا على شوي. المهم جينا في موضوع المخططات، اكثر مشكله اتوقع يعاني منها الكثير في اللعبه اللي هو موضوع المخططات والتطويرات الصعبه. يا اخي الشروط اللي حاطينها صراحه متعبه، فانا جبتكم اليوم باذن الله الشرح هذا او الجلتش هذا، جميل جدا ما ياخذ وقت كثير. كل المخططات اللي موجوده عندك راح تقدر تطورها الى ماكس في دقائق، فلا تنسى تحط لي لايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، وبسم الله. كل اللي عليك تسويه يا عزيزي المشاهد انك تروح الى اقرب تاجر، مش تاجر، اللي هو الكرافت ماستر او الحرفي الخبير اذا كنت تلعب اللعبه بالعربي. تجي عنده تروح تشوف الترقية هذه اللي موجودة فوق، كل اللي يظهر لك في هذه القائمة يا طول العمر، أنا مدري ليش ما سجلها جالس أشرح من جد، كل اللي ظاهر عندك في هذه القائمة يا طول العمر راح تطورها إن شاء الله بدون أي مشاكل، سواء كنت في بلايستيشن 4، بلايستيشن 5، في البي سي، كلها إن شاء الله أموركم طيبة، أموركم طيبة يا إخوان، حلال المشاكل جاكم خلاص. أول خطوة في الجلتش يا طول العمر إنك تروح إلى القائمة الأخيرة على اليمين اللي هي اسمها الكرافت بارت، فهذه مرة رخيصة يعني تقدر تشتري أي شيء. وصح معلومة مهمة أو نقطة مهمة إنه يكون معاك فلوس كثير، إنه لازم يكون عندك مبلغ كبير من الفلوس، يعني إنه يكون كافي للتطويرات، لأنه ما راح يخصم منك أي شيء ولا تروفي ما عدا الفلوس بس. المهم جبت قروشك وجيت عند الكرافت ماستر، تروح عند القائمة الثالثة اللي هي الكرافت بارت. وصلت عند الكرافت بارت، عندك الشرط الثاني من هذا الجلتش انك تختار اي بارت من هذا المواد اللي تشوفها قدامك، تختار واحد منهم يكون الرقم فيه فردي، يعني مثلا تشوف فيه بعضه عنده منتج واحد يبيع منه، بعضه عنده ثلاثة، بعضه عنده 36 وكذا، فانت لازم تختار رقم فردي مش زوجي، يعني معي القلم لازم اشرح لكم. عندك رقم 1 و3 و5 و7 و9، هذه الارقام الفردية. حلو شوف عندي المنتج هذا 33 ينتهي، 36 ينتهي، هذا كلهم فرديين، فلازم تختار هذا عشان يضبط معاك الجلتش. نيجي للخطوة الثانية من الجلتش، اخترت هذا يا طول العمر، طيب وش يسوي بعدين؟ تروح تضغط عليه لين ما يكتمل الدائرة، كأنك يعني يطلع لك البوب أب هذا اللي يقول لك تريد تشتري ماكس ولا تريد تشتري 1 ولا 2 و3. حلو طبعا أنت لازم تسوي نفسك أنك بتشتري ماكس أو بتشتري 1 حتى، المهم أنك طبعا أنت ما يفرق معاك لأنك أساسا ما بتشتري، فبتتم ضاغط على شراء لين ما تدور الدائرة هذه كاملة. بتلاحظ أن أول ما يخلص الدائرة هذه كاملة راح يطلع لك البوب أب هذا، في اللحظة اللي يطلع فيها البوب أب هذا لازم أنت تضغط الون أو أي زر اللي هو اللي يوديك على حسب اللعبة وين تلعبها أنت، البي مثلا في الأكس بوكس أو الون أو في الكيبورد عندنا الكيو، فإذا ضغط هذا في الوقت المثالي إيش اللي بيصير معك؟ اللي بيصير معك أن القائمة هذا البوب أب بيكون طالع لك، ولكن من وراء بيكون القائمة اللي على اليسار اللي هي تبع الترقيات أو الأبجريد، بتشوف البلو برنت في الخلفية وطالع لك شراء الكل للمنتج اللي قبل شوي في القائمة اللي بعد اللي جنبها على اليمين، فهمت علي؟ ففي هذه الحالة يا طول العمر إذا وصلت لهذه الحركة خلاص أنت كذا نفذت شو اسمه، راح تشتري وكذا ما راح يخصم منك أي شيء. حرفياً انت بتشتري مفروض المنتج هذا اللي قبل شوي اللي هو الرقم الفردي، ولكن اللي بيصير انك بتشتري البلو برنت اللي ورا وبتسوي لها ابجريد، وكذا كل ما سويت الابجريد هذا مره ورا مره راح تطور 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 في هذا الشيء. طبعا موضوع الابجريد ايش يصير لها ابجريد من الترقيات هذه كلها المتوفره عندك، هذا شيء عشوائي ما تقدر تختاره، وهذا العيب اللي موجود صراحه في الجلتش اشوفه، انك ما تختار الشيء المحدد اللي تريد تسوي له ابجريد، يعني بعضهم يمكن ما يريد يسوي الجلتش فيهم كلهم، لا هذه الشغلة أنا ما أقدر أخدمك صح نحلة. وبس يا شباب هذا كان جلتش اليوم، أتمنى نال إعجابكم، لا تنسون لايك وتاخذون لفة على القناة لأن المحتوى ينال على إعجابكم وتشتركون. نشوفكم على خير، السلام عليكم.